بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أبنائي وبناتي طلاب الصف السادس الابتدائي في مادة العلوم الفصل الدراسي الثاني والذي سنتكلم فيه اليوم بحول الله عن درس جديد من دروس العلوم، وهذا الدرس هو نظام الأرض والشمس، وبالتحديد كيف نثبت أن الأرض تدور. من إعداد المعلم القدير الأستاذ هاني بن عبد الكريم المالكي، وتقديم المعلم الأستاذ حمدان بن سعيد الزهراني. فبسم الله وعلى بركة الله، وحياكم الله معنا في درس جديد اليوم. ونبدأ درسنا اليوم من خلال النظر إلى هذه الصورة والسؤال المطروح: هل الأرض ثابتة في موضعها أم متحركة؟ الكرة الأرضية هل هي ثابتة؟ يعني ما تدور ما تتحرك، أم أنها متحركة؟ ربما البعض منكم يعلم علم اليقين بأن الأرض فعلا تدور وليست ثابتة، بناء على قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكل في فلك يسبحون. والمقصود بالسباحة هنا هو حركة الأجرام السماوية، لأن لاحظ كلمة وكل، كل تشمل جميع الأجرام السماوية بلا استثناء بما في ذلك الأرض. إذا الأرض تدور وهي متحركة لا شك في ذلك، ويمكن أن نشبه حركة الأرض بحركة جسم مغزلي كما تلاحظون في الصورة، وهذه اللعبة يمكن بعضكم قد مارس هذه اللعبة. هذا الجسم أو هذا الجسم المغزلي عندما نحاول أن نديره بأي اتجاه، يمينا أم يسارا، فإنه يبدأ في الحركة وفي الدوران حول محوره وبالتحديد حول هذه المحور. إذن هل الأرض ثابتة؟ طبعا لا، إنما الأرض متحركة وتشبه حركتها حركة جسم مغزلي يدور حول نفسه. لاحظ كلمة يدور حول نفسه، يعني هذا الجسم عندما نديره نبذل عليه جهد محاولين أن نديره بأي اتجاه، فإن هذا الجسم سيستمر في الدوران حول هذا المحور. ويمكن أن نشبه حركة هذا الجسم بحركة الأرض، فالأرض أيضا تدور ولها محور تدور حوله. هذا المحور هو عبارة عن محور وهمي كما سنرى في الشرائح القادمة. يلا ركزوا معي الآن في الصورة، يبدو أن الصورة أمامكم جدا واضحة، وهي تعبر أو تدل على أن الأرض تتحرك وليست ثابتة، وهذه الحركة هي حركة حول نفسها. طبعا تدور فين؟ تدور في الكون، تدور حول نفسها حول محورها. المحور هو عبارة عن خط وهمي يمكن أن يمتد من أعلى نقطة في شمال الكرة الأرضية اللي هي المنطقة البيضاء هذه، أحد يعرف ما اسمها؟ أعلى نقطة في الكرة الأرضية من جهة الشمال نسميها القطب الشمالي، هذه المنطقة تسمى بالقطب الشمالي. طيب يقابلها من جهة الجنوب، أحد يعرف؟ أكيد كلكم تعرفون القطب الجنوبي، القطب الجنوبي. إذا نعلم أن الأرض لها قطبين، قطب شمالي وقطب جنوبي. لو رسمنا خط من هذا القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي فإننا سنصل إلى خط يمر بمنتصف الأرض من باطنها، هذا الخط نسميه محور الأرض. وطبعا هذا المحور كما ذكرت خط وهمي، يعني احنا نرسمه بس لنتعرف على دوران الأرض، والمعلومات التي سنقولها يمكن إيضاحها من خلال رسم هذا الخط طبعا على الصورة لكنه غير موجود في الطبيعة. إذن كيف نثبت أن الأرض تدور؟ نعلم أن الأرض تدور بناء على قوله تعالى وكل في فلك يسبحون، وأيضا من خلال دورانها حول خط وهمي. لاحظ كلمة وهمي، يعني احنا فقط رسمناه ولكنه ليس موجود، والهدف طبعا من الرسم هو زي ما قلت لإيضاح المعلومات والحقائق. نسمي هذا الخط، الخط هذا سميناه محور الأرض، أي أن الأرض تدور حول هذا المحور، طبعا حول نفسها لا شك في ذلك. من أين يمتد هذا الخط أو هذا المحور؟ كما ذكرت سابقا يمتد من أعلى نقطة في شمال الكرة الأرضية سميناها القطب الشمالي،
إلى ما يقابلها في الجهة الجنوبية من الأرض، سميناها القطب الجنوبي. إذا للأرض محور تدور حوله، سمينا هذا المحور محور الأرض، وهو يمتد من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي. طبعا دوران الأرض حول محورها أو حول محورها يستغرق وقت، هذا الوقت نسميه بدورة الأرض اليومية، يعني أن الأرض تدور حول محورها في يوم كامل. كم ساعة تقريبا؟ أحد يعرف؟ أكيد كلكم تعرفون الأرض تستغرق يوم كامل أثناء دورانها حول محورها. هذا اليوم الكامل احنا نسميه دورة الأرض اليومية، مقداره بالساعات 24 ساعة. أحسنتم، 24 ساعة. إذن دورة الأرض اليومية تستغرق 24 ساعة. طيب ماذا ينتج عن هذه الدورة حول محورها؟ لو ركزتم معي في الصورة، ينتج عن دوران الأرض خلال 24 ساعة حول محورها الليل والنهار. يلا هذا 24 ساعة دورة الأرض حول محورها، دورة كاملة كل يوم. لاحظ كل يوم، كل يوم تدور. طبعا قلنا كم هذا اليوم مقداره بالساعة؟ 24 ساعة. طيب ما الذي ينتج عن دورة الأرض حول محورها دورة كاملة؟ ينتج عنها تعاقب الليل والنهار. إذا نعيد مرة ثانية بتركيز أكبر، الأرض تدور حول محورها دورة كاملة في يوم كامل، مقداره بالساعات 24 ساعة. ما الذي ينتج عن دوران الأرض حول محورها؟ ينتج عنها كما ذكرنا تعاقب الليل والنهار. طيب اختر الإجابة الصحيحة لنتأكد أن هذه المعلومة وصلت إليكم. ينتج تعاقب الليل والنهار عن دوران، هل عن دوران الأرض حول الشمس، أم دوران الأرض حول نفسها، أم دوران الأرض حول المجرة؟ أكيد أنكم عرفتم الإجابة، أن تعاقب الليل والنهار ينتج عن دوران الأرض حول نفسها. إذن الإجابة الصحيحة فقرة باء. يا سلام عليكم، أيوة زي ما شفنا. إذن تعاقب الليل والنهار ينتج عن دوران الأرض حول نفسها. لو انتقلنا إلى جزء ثانية في الدرس أو جزئية ثانية في الدرس نطلق عليها مناطق التوقيت المعياري. لاحظ كلمة مناطق، طبعا مناطق جمع مفردها منطقة، زي مثلا منطقة أفريقيا، منطقة آسيا، منطقة أمريكا. وعندنا هنا مثلا في المملكة العربية السعودية ممكن نقول مثلا منطقة الرياض، منطقة أبها، منطقة الدمام. مناطق، مناطق يعني مساحات محددة. عادة هذه المناطق تستخدم كتوقيت معياري أو مقياس لتحديد وقت معين، نسميها مناطق التوقيت المعياري أو القياسي، يعني اللي نبدأ من عندها أو من هذه المنطقة نبدأ نقيس. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلنا الليل والنهار آيتين. لا إله إلا الله، فعلا فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. إذن الآية هذه أن الليل والنهار حدوثها يساعدنا في معرفة عدد السنين والحساب وكل شيء. الله سبحانه وتعالى يقول: وكل شيء فصلناه تفصيلا. لاحظ، لو افترضنا الكرة الأرضية منطقة معيارية نأخذها كمقياس، مثلا هذه المنطقة التي تقع على الأرض، إذا اتجهنا شرقا من هذه المنطقة فإن الوقت عندي، لاحظ بالاتجاه شرقا طبعا ونحن على الكرة الأرضية، سيزداد الوقت، يزداد بمقدار ساعة واحدة. بينما إذا اتجهنا غربا على الكرة الأرضية يقل الوقت. إذا ركز معايا، يزداد الوقت شرقا بمقدار ساعة واحدة، بينما لو اتجهنا غربا فإن الوقت يقل بساعة واحدة. مثال على ذلك، لو كانت هنا الساعة 10 مثلا صباحا واتجهنا باتجاه الشرق أثناء دوران الأرض، فإننا هنا في هذه الحالة يجب أن نزيد الوقت ساعة واحدة. يعني إذا كانت الساعة 10 اتجهنا شرقا سنزيد الوقت ساعة واحدة، يصبح الزمن كم أو الوقت كم؟
اكيد كلكم عرفت الاجابه، لما نزيد الساعه 1 يصير 11. طيب لو كان الوقت هنا 10 واتجهنا غربا، ماذا يحدث للوقت؟ هل يزداد ام يقل؟ اكيد كلكم عرفتم الاجابه، ستقولون يقل. اذا كم تكون الساعه هنا؟ ستكون الساعه 9. يا سلام عليكم. تدور الارض باتجاه الشرق بمعدل 360 درجة، طبعا 360 درجة يعني تلف الأرض 360 درجة حول محورها كل 24 ساعة، ذكرنا هذه المعلومة سابقا. الأرض تدور حول محورها يوم كامل بمعدل 360 درجة كل 24 ساعة، بس لاحظ معي في اتجاه الشرق، في اتجاه الشرق. انظر إلى الصورة ولاحظ معي مناطق التوقيت المعيارية. مناطق التوقيت المعيارية اللي هي بعض الأماكن أو بعض الدول أو بعض المناطق نعتبرها كمقياس ننطلق منه لحساب الوقت. طبعا تدور الأرض باتجاه الشرق بمعدل 360 درجة كل 24 ساعة. ما هي مناطق التوقيت المعيارية؟ منطقة عرضها نحو 15 درجة بين خطوط الطول على الأرض. أين خطوط الطول؟ يلا ركزوا معايا، لو ركزتوا في خط من الخط اللي ممتد هنا الى الاعلى، وايضا هنا خط اخر، كل خط من هذه الخطوط نسميه خط طول. وخطوط الطول هذه تساعدنا في حساب الوقت. على سبيل المثال لاحظوا معايا النقطة هذه الصفر، لو الوقت شرقا يزداد 1 2 3 4. لو اتجهنا من هذه النقطة المعيارية لو اخذناها كمقياس اللي هي الصفر واتجهنا غربا قلنا ان الوقت يقل بمقدار ساعة واحدة. طيب ما هي منطقة التوقيت المعياري؟ قال لك هي المنطقة التي عرضها نحو 15 درجة اللي هي المسافة بين كل خط وخط. هذه المسافة هي نسميها منطقة التوقيت المعياري. كم عرض هذه المنطقة؟ 15 درجة بين خطوط الطول على الأرض. إذا المنطقة أو منطقة التوقيت المعياري منطقة عرضها نحو 15 درجة، وهي المسافة بين خطين طوليين متجاورين. المسافة بينهم هي التي نسميها منطقة التوقيت المعياري. أيضا هناك خط آخر يصل من شمال الكرة الأرضية إلى جنوبها، هذا الخط نسميه خط التاريخ الدولي، خط التاريخ الدولي. ما هو هذا الخط؟ ما فائدة هذا الخط؟ يساعدنا على تحديد الوقت والتاريخ. لاحظ معايا الوقت اللي هو خط التاريخ الدولي وكذلك التاريخ في مناطق مختلفة. زي ما ذكرنا قلنا إذا اتجهنا شرقا فإن الوقت هنا يزداد بمقدار ساعة يزداد، بينما إذا اتجهنا غربا فإن الوقت هنا يقل يعني ناقص ساعة. هنا باتجاه الشرق نزود ساعة، باتجاه الغرب ننقص ساعة، هذا بالنسبة للوقت. طيب بالنسبة للتاريخ كذلك التاريخ، كلما اتجهنا شرقا يزداد يوم، وإذا اتجهنا غربا ينقص يوم. يعني مثلا لو كان هنا الخميس، لاحظ معايا إذا اتجهنا هنا في هذا الاتجاه غربا سيصبح أو سيكون نقص يوم. الأربعاء لو اتجهنا شرقا نزيد يوم يصير الجمعة. ما هو خط التاريخ الدولي؟ هو خط الطول اللي هو 180 درجة. قلنا هذا الخط اللي من شمال الكرة الأرضية إلى جنوب الكرة الأرضية، خط التاريخ الدولي هذا خط طول مقداره 180 درجة، أو نرمز له ونعطيها الرقم 180 درجة. خط التاريخ الدولي هذا ايش فائدته؟ يساعد على تحديد الوقت والتاريخ في مناطق مختلفة، وهو خط الطول كما ذكرنا 180. بعض المناطق تتأخر التي تقع غرب هذا الخط يوما واحدا. يلا ركزوا معي في الصورة هذه، لاحظوا هذا هو الخط اللي احنا نتكلم عنه، خط التاريخ الدولي. لاحظوا المسافة بين مدينتين اللي هي الولاية المتحدة الأمريكية، أو دولتين عفوا، الولايات المتحدة الأمريكية ودولة أخرى اسمها روسيا، الفارق في هذه المنطقة 3 كيلومتر. لاحظ اليوم في الولايات المتحدة اليوم الخميس، بينما اليوم في روسيا هو يوم الجمعة.
الوقت ما تغير، الساعة 2 لكن اللي تغير عندي فقط هو اليوم، يوم الخميس يوم الجمعة. إذا تأخر المناطق التي تقع غرب هذا الخط يوما واحدا، بينما التي تقع شرقا تتقدم يوما واحدا. طيب نختار الإجابة الصحيحة من هذه، نتأكد أنكم فاهمين هذه النقطة أو هذه الجزئية. تسمى المنطقة التي عرضها حوالي 15 درجة بين خطوط الطول على الأرض، هل نسميها خط الاستواء أم نسميها منطقة التوقيت المعياري أم نسميها خط التاريخ الدولي؟ لاحظوا معي 15 درجة. أكيد أنك عرفت الإجابة، كلكم حتقولون فقرة باء. إذا نسميها منطقة التوقيت المعياري. طيب تفكير الناقد، هذا يدل على أنكم فعلا فاهمين، إن شاء الله أنا متأكد أنكم فاهمين، ومن خلال إجابتكم على هذا السؤال سنتأكد من ذلك. التفكير الناقد، ماذا يحدث إذا سافرت إلى الغرب، يعني باتجاه الغرب بهذا الاتجاه من خط التاريخ الدولي؟ ماذا يحدث لماذا؟ ماذا يحدث للوقت؟ ماذا يحدث للأيام؟ هل تزداد أم تقل؟ يكون التاريخ في هذه المناطق متأخر يوما واحدا، متأخر يوما واحدا باتجاه الغرب قلنا، وأيضا تتأخر ساعة واحدة. العكس إذا اتجهنا شرقا ستكون متقدمة يوما واحدا وساعة واحدة. نعود إلى درسنا علشان نلخص ما ذكرناه من خلال هذا الدرس. كنا في هذا الدرس تطرقنا إلى أن الأرض تدور دورة كاملة حول نفسها بمقدار 360 درجة. هذه الدورة الكاملة تستغرق 24 ساعة، وينتج عنها تعاقب الليل والنهار. إذن الأرض تدور حول محورها، وقلنا هذا المحور خط وهمي يمتد من شمال الكرة الأرضية وبالتحديد منطقة القطب الشمالي إلى جنوب الكرة الأرضية اللي هي منطقة القطب الجنوبي. إذن الأرض تدور حول محورها، يعني حول نفسها، دورة يومية كاملة مقدارها 24 ساعة. ونتيجة لدورانها حول محورها خلال 24 ساعة، ماذا ينتج عن هذا الدوران؟ الصورة أمامكم تبين تعاقب الليل والنهار. إذا دوران الأرض حول محورها خلال 24 ساعة ينتج عنها تعاقب الليل والنهار. هذه الدورة حول محورها كما ذكرنا سابقا تستغرق 24 ساعة تقريبا. إذا الليل والنهار ينتجان نتيجة دوران الأرض حول محورها. دوران الأرض حول محورها نسميه بدورة الأرض اليومية، والذي يستغرق 24 ساعة وينتج عنه الليل والنهار. أيضا تكلمنا عن مناطق التوقيت المعياري، وقلنا هي عبارة عن مناطق موجودة على الخارطة مرسوم عليها خطوط طول، المسافة بين كل خط وخط يقدر ب15 درجة، المسافة بين الخط وخط يقدر ب15 درجة. هذه المنطقة الواقعة بين خطين طوليين نسميها منطقة توقيت معياري. كلما اتجهنا شرق هذه المنطقة باتجاه الشرق كلما زاد عندي الوقت بمقدار ساعة، وكذلك الأيام نقدمها يوم، والعكس إذا اتجهنا جهة الغرب سيقل الزمن بمدة ساعة، وكذلك الأيام تؤخر بيوم واحد عن الأيام التي كانت باتجاه حركتنا إلى الشرق. منطقة التوقيت المعياري قلنا هي منطقة عرضها 15 درجة موجودة بين خطوط الطول كما ذكرنا، وخط التاريخ الدولي هو خط الطول 180، يساعد على تحديد، لاحظ خط التاريخ الدولي يساعدنا على تحديد الوقت والتاريخ في مناطق مختلفة.
تقريبا وصلنا إلى نهاية الدرس، أتمنى أن أكون قد وفقت في تقديم ما يفيدكم. من كان لديه سؤال أو استفسار بإمكانه يرجع إلى كتاب الطالب لمادة العلوم الصف السادس الابتدائي في الصفحة من 11 إلى 14. حتى ألقاكم إن شاء الله في درس قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.